بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الحضور الكريم، متابعي قناة النيل الثقافية في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الليلة في اليوم 11 من شهر رمضان الكريم، وفي اليوم يوم جديد من ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية إعلامية من الهيئة الوطنية للإعلام، وتشرف قناة النيل الثقافية بتقديم هذه الملتقيات التي استنتها وزارة الأوقاف، وهي سنة حميدة نرجو أن تستمر وأن تعمم على ربوع الجمهورية بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في هذه الليلة الحديث عن مكارم الأخلاق في دعوته صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكمال، كمال الأخلاق، ليس هذا بشهادة البشر وإنما بشهادة رب العزة سبحانه وتعالى، وهي الشهادة الأعلى في هذا الكون، إذ يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن هنا وحرف اللام أيضا يتبعها للتوكيد والتأكيد على هذه المكانة من الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، وصف لأخلاق الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، صفة يطلقها الله سبحانه وتعالى ليؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها من التوكيد، وأساتذتنا من الأزاهرة والأستاذ الدكتور غني السعيد، وهو عميد اللغة العربية، عميد كلية اللغة العربية السابق، ربما يؤكد بعد ذلك الكثير في هذا من اللغة. إنك لعلى، إن واللام للتوكيد، ثم يليها بعلى خلق عظيم. ليس أن خلقك عظيم، إنما وإنك، عفوا، إنك لعلى خلق عظيم، صفة مؤكدة يطلقها رب العزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وما أهم من أن يكون الإنسان على خلق؟ الأخلاق هي الإطار العام الذي يحكم علاقات البشر. الخلق الكريم كما ورد في الكثير من الأحاديث النبوية المشرفة وفي آيات القرآن الكريم المحكم التنزيل، هي من أحب الأعمال إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بين من هم الأقرب إليه في مجلسه يوم القيامة، من هم على خلق أو ذوي الخلق القويم. أتمم مكارم الأخلاق، ويحدثنا أساتذتنا بعد ذلك أن الأخلاق كانت موجودة بالطبع، هي فطرة، فطرة الله في خلقه، يدركها الإنسان بفطرته. كلنا يعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، كلنا يعرف ماذا يجب أن يفعل وماذا يجب ألا يفعل، لكن النفس أمارة بالسوء تدعوك أحياناً لمخالفة هذه الفطرة
الأخلاق التي خلق الله الإنسان عليها. من هنا فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، إذن فقد كانت منقوصة قبله صلى الله عليه وسلم. في موضع آخر أن الله قد أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلم يذكر أو يروى عنه صلى الله عليه وسلم حتى من أكفر الكفار أن محمداً كان سيء الخلق. محمد صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة كان من أكرم مكة خلقاً وأكرم العرب، وصف من الجميع بأنه الصادق الأمين. أي شرف من أن يذكرك الله بالخلق العظيم ويذكرك أعداؤك بأنك صادق أمين. ثم يأتي في آية أخرى وموضع آخر رب العزة فيقول له صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن كان أيضا لين قلب سيدنا صلى الله عليه وسلم أحد المسالك لتسلك دعوته قلوب البشر، فيؤمن به هذا ويؤمن به ذاك. الكثير والكثير عن الأخلاق الكريمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضوع هذه الجلسة التي بإذن الله تحفها الملائكة. يشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. أيضا فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية سابقا، أهلا ومرحبا. نبدأ هذه الليلة وخير ما نبدأ به قراءة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الشيخ العزب سالم المقرئ، ويقرأ علينا ما يتيسر له من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بكرة
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا بناها.
سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وحين نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرنا هذا الحديث الثابت والمؤكد، حديث سعد بن هشام بن عامر إذ قال أتيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله شفيعنا وحبيبنا. اسمحوا لي أن نبدأ هذا الحديث الشيق مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يحدثنا عن الأخلاق ومكارم الأخلاق في الدعوة المحمدية. تفضل سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأخلاق الطيبة هي الغاية المرجوة من رسالات السماء، وهي القاسم المشترك لدعوة الأنبياء والمرسلين. وإذا ما أطلقت كلمة الأخلاق فإن الألف واللام إما أن تكون للجنس أي الذي يفيد عموم ما يطلق عليه اللفظ، وبالتالي يشمل الأخلاق الطيبة التي يتخلق بها شخص من الأشخاص أو قوم من الأقوام أو أمة من الأمم. وقد يكون مع هذه الصفات إذا ما عم هذا الجنس وطم قد يشمل الأخلاق الرديئة، ولذلك فإن علماء الأخلاق يقسمونها من حيث الإطلاق العام إلى قسمين: أخلاق طيبة
وأخلاق حميدة، وهي التي يجب أن يحرص عليها الإنسان، لأنها هي عطاء الأديان ورسالات السماء. وكذلك أيضا يجب أن يجتنب الأخلاق الذميمة، فإن كلمة الأخلاق كما تطلق على الصفات الطيبة تطلق على الصفات الحميدة. ولذلك يقولون إن الألف واللام تنتقل إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأخلاق الطيبة إلى أن تكون للعهد، أي الأخلاق المعهودة التي يجب أن نحرص عليها، والتي هي أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخلاق الهداة التقاة من أتباعه ومن المرسلين ومن الناس أجمعين، هي تلك الأخلاق المعهودة الطيبة التي ترجمت معاني القرآن الكريم، والتي كانت هي خلق رسول. نقول إنه ما يجب أن يتصف به الإنسان من المكارم، ما يجب، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يتصف إلا بما هو من مكارم الأخلاق، ولا يجوز أن يتصف بالأخلاق الرديئة أو الأفكار الضالة أو التصرفات السيئة. وإذا ما أطلقت الأخلاق بالمعنى العام فإنها تطلق عند المشتغلين بعلم الأخلاق ما يتصف به الإنسان من صفات تحكم سلوكه وتعامله مع الناس. هذه الصفات قد تكون سيئة وقد تكون حسنة، لكن المقصود بالأخلاق هي ما يجب أن يتصف به الإنسان من المكارم والصفات الحميدة، كالصدق والأمانة والكرم والوفاء والنجدة وإغاثة الملهوف. والأخلاق هي اللغة الإنسانية المشتركة، فمهما اختلفت الشعوب في الديانات والمعتقدات، ومهما اختلفت في التصرفات والأقوال والأفعال، إلا أنك تجد اللغة المشتركة بين الشعوب هي هذه الأخلاق أو الأخلاق الحميدة. قد يختلف الناس فيما بينهم، ولكنهم لا يختلفون على الصدق. قد يختلفون في أي شيء، ولكنهم يتفقون على الأمانة. هذه أمور مسلمة عند من يؤمنون بالله ومن لا يؤمنون بالله، ولذلك كانت الأخلاق هي القاسم المشترك بين البشرية جمعاء، وهي اللغة التي يلتقي حولها الناس جميعا، ولذلك كانت هي لغة مشتركة تحقق معنى التواصل الإنساني الذي أراده الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوب تتواصل فيما بينها على الأمانة وعلى الصدق وعلى الوفاء وعلى النجدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة الإسلامية يختلف مع غيره ممن كانوا يعيشون في جزيرة العرب في الديانة وفي العادات وفي التقاليد، ولكنه إذا قطع معهم عهدا كان وفيا بعهده كما كانوا هم أوفياء بعهودهم. فالوفاء بالعهد والأمانة والصدق، كل هذه أمور تمثل غايات عظمى للإنسانية وللبشرية، وهي المقصودة بكلمة الأخلاق. كلمة الأخلاق إذا أطلقت يراد بها المعاني الطيبة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، المعاني الحميدة التي يجب أن تحكم سلوك الناس، القيم النبيلة التي يجب أن تسود في الحياة، والتي يجب أن تكون هي الضابط لكل تصرفات في الحياة، حتى يأمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أنفسهم. فبغير الأخلاق لن يستطيع الناس أن يصلوا إلى هذه الأماني أو إلى هذه الغايات الإنسانية والدينية الرفيعة. تختلف العادات عن الأخلاق كما تختلف الأخلاق عن العادات. فالعادات هي أمور يألفها الناس في حياته، وقد تكون هذه العادات طيبة ثم تتحول إلى عادات خبيثة.
أو قد تكون عادات خبيثة ثم تتحول إلى عادات طيبة. هذا التقلب وهذا التحول لا يوجد في الأخلاق، لأن المعنى النبيل في الأخلاق وهو ما يجب أن يتحلى به الإنسان هو أمر ثابت دائما. ولذلك إذا أردنا أن نفرق بين العادات وبين الأخلاق نقول إن العادات هي أمر متغير، وإذا كانت العادة حسنة اليوم فإنها قد تتحول في الغد إلى عادة سيئة، وإذا كانت عادة سيئة اليوم فإنها قد تتحول في الغد إلى عادة خبيثة. أما الأخلاق فهي ثابتة، فهي قائمة لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل. أيها الأحباب، الأخلاق هي الغاية من الأديان، وهي الغاية من الدعوة الإسلامية. فإذا أراد أي داعية أن يكون إنساناً ناجحاً في دعواه، يكسب ثقة الناس ويجلب احترامهم وتقديرهم لما يقول، لا يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة إلا بالأخلاق الطيبة، إلا بالأخلاق الحسنة. ولذلك كان سر نجاح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له كانت هي الأمانة، هي الأخلاق الطيبة التي وصفه بها ربه تبارك وتعالى حين قال وإنك لعلى خلق عظيم، وحين وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. نعم، لقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من دعوته في الأخلاق الحميدة التي اشتهرت عنه وعرف بها، والتي جعلت من ينابذونه العداء ويخاصمونه في دعوته كانوا في حيرة من أمرهم، لا يجرؤون على أن يقاتلوه وهم يعلمون أنه على خلق عظيم، فقد جربوا أمانته وجربوا فضله وجربوا خلقه فما وجدوا عليه نقيصة قط. ولذلك كانوا كلما أرادوا أن ينقضوا عليه أو يناقشوا دعوته قالوا ماذا نعمل وهو الصادق الأمين الذي ما جربنا عليه كذبا قط. فكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم درعا حصينا لنصرة دعوته، وكانت هي السياج الذي يحميه حتى من كيد أعدائه، لأنهم كلما أرادوا أن يثأروا منه أو ينتقموا منه قالوا إن مثل هذه القيمة الإنسانية المتحركة، هذه القيمة الإنسانية النبيلة لا يمكن أن تكون على ضلال أو على زور أو بهتان، فكانوا يحترمونه رغم أنهم يختلفون معه في المعتقد وفي الفكر وفي العقيدة وفي العادات وفي التقاليد. إن الأخلاق هي قيمة إنسانية ما أشد حاجتنا اليوم إلى أن نتمسك بها، هي أساس نجاح الدعوة، وهي أساس نجاح العلاقات، وهي أساس نجاح المحافظة على المصالح والقيم الأخلاقية التي نود أن نحافظ عليها الآن من أمور تريد أن تنابذ الأخلاق وأن تنتزع هذه القيم من بين أيدينا فتبددها وتضيعها علينا، فلا نجد وسيلة للاهتداء ولا نجد طريقا للنجاة. جزاكم الله خيرا أستاذنا الدكتور عبد الله النجار، جزاكم الله عنا خيرا ونفعنا بعلمكم. ونحن نتحدث عن مكارم الأخلاق، اسمحوا لي ينتقل بالحديث إلى سعادة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية السابق ليمتد معه الحديث في نفس الموضوع، مكارم الأخلاق في الدعوة المحمدية الإسلام. الحمد لله، الحمد لله، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره ونتوب إليه مغفرة المذنبين التائبين، ونصلي ونسلم ونبارك على جدي صاحب هذا المقام
سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن الأخلاق ركيزة أساسية من ركائز الإسلام، ودعامة قوية من دعائمه. وقد أكد على هذا المعنى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما حصر بعثته، حصرها في إتمام مكارم الأخلاق، كما جاء في حديثه الصحيح الذي استمعتم إليه، حيث يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن كل ما جاء في رسالته وما بعث من أجله هذه القيمة، هذه المنظومة الأخلاقية. ومن أضواء تلك القبسة النبوية، أو من هذه المشكاة النبوية، يقتبس أمير الشعراء أحمد شوقي هذا المعنى، ويقول في بيته المشهور، في بيته الشائع، في بيته الشارد، يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، ما بقيت الأخلاق بقيت الأمم. فإذا انهارت الأخلاق انهارت الأمم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ضاعت الأخلاق، ضاعت أي أمة من الأمم. وهذا المعنى يؤكد على أن منظومة الأخلاق هي الأساس في قيام أي أمة من الأمم، هي الأساس في نهضة أي أمة من الأمم، في تطور وتقدم أي نهضة من الأمم. ولذلك والواقع والتاريخ يؤكد على ذلك. فالعرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مجموعة من القبائل مبعثرة في الصحراء، يرعون الغنم والماشية والإبل وغير ذلك، ويتقاتلون، بل ويبيد بعضهم بعضا لسبب تافه، سباق على خيل، واحد يفوز واحد يغلب، تقوم معركة وتستمر 40 سنة على هذا السبب. أمة لم يكن يسمع بها أحد من الأمم المجاورة، لا روم ولا فرس. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم برسالته ورب هذه الأمة المبعثرة في كل مكان، رباها على هذه الأخلاق، على هذه المنظومة من الأخلاق التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقصر بعثته ورسالته عليها. فماذا حدث؟ هؤلاء القوم الذين لم يكن أحد يسمع لهم ذكر ولا يعلم عنهم شيء إلا أنه أمة جاهلة
تغلب عليها الجهالة والسفاهة، فبهذه الأخلاق التي ربوا عليها تنبعث في الدنيا أمة جديدة وتحدث معها المعجزة في مدة لا تتجاوز 50 سنة، وهي في عمر نشأة الأمم وتطورها لحظات. 50 سنة لحظات، بعد 50 سنة كانت هذه الأمة التي لا يسمع عنها أحد تقود العالم كله. أمة الإسلام تقود العالم كله وتنتصر على أعظم دولتين إمبراطوريتين في التاريخ، هما الروم والفرس. وما كان لهذه الأمة أن تحقق هذا الإنجاز الإعجازي لتسود العالم إلا بفضل تمسكها بهذه المنظومة من الأخلاق الإسلامية. إن هذه الأمة حينما كانت تتمسك بتلابيب هذه الأخلاق فتحت كثيرا من الأمم، من الدول في آسيا، شرق آسيا وأفريقيا، لم تفتحها بسيف، لم تفتحها بقتال، وإنما فتحوها بأخلاقهم، بحسن معاملتهم في تجارتهم، أمانتهم في تجارتهم، وفاؤهم بعهدهم. وإذا أقيمت الصلاة رآهم هؤلاء الناس يتركون الدنيا وكل ما فيها ويقفون بين يدي رب كريم وقد تخلوا عن كل شيء في الدنيا بوصلهم مع الله سبحانه وتعالى، تغير حالهم من حال إلى حال، وتبدل وضعهم من وضع إلى وضع، بعد أن كانوا من لحظات يشتغلون بالتجارة في لحظات يتركون كل شيء ويتواصلون مع رب كل شيء. بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة استطاعت هذه الأمة أن تفتح هذه البلاد الكثيرة الذين دخلوا الإسلام ويعيشونه الآن بمعناه الحقيقي وبمعناه الأخلاقي. من يسافر إلى بلادهم ويعيش بينهم يجد سماحة الإسلام وأخلاق الإسلام حية تمشي على الأرض في شخوصهم، لأنهم تلقوه بفطرتهم من صحابة رسول الله وتابعيهم من السلف. هذه هي الأخلاق يا أمة الإسلام، تصنع أمما، تفتح أمما. هذه هي الأخلاق التي ما إن تخلى أحد عنها إلا وعاد القهقرة، بل وطبقت عليه السنة الكونية التي يقول الله عنها: وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذا أردنا أن نهلك قرية، ننهي قرية، ننهي أمة، ننهي دولة، أمرنا مترفيها، أصحاب المال وأصحاب السلطة وأصحاب الجاه، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومعنى الفسوق هو التخلي عن هذه الأخلاق، عن هذه القيم، عن هذه المثل الرفيعة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما أحوجنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نعود إلى هذه الأخلاق الغالية.
حينما أراد أن ينهض وأن يتقدم جاء إلى بلادنا فأخذ العلم، وأخذ مع العلم الأخلاق، فتخلوا عن الغش، وتخلوا عن الخيانة، وتخلوا عن كل شيء، فنهضوا وتقدموا. ولذلك لما ذهب إليهم الإمام محمد عبده وعاش بينهم، ولما عاد سؤل ماذا وجدت هناك يا إمام، قال وجدت هناك إسلاما بغير مسلمين، وهنا مسلمون بغير إسلام. ما أحوجنا إلى هذه العودة، ولنا حديث إن شاء الله بعد قليل نكمل في هذا الموضوع، وشكرا لكم. شكرا سعادة الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية، ولقد أثرت بحديثك شجونا، أصبت كبد الحقيقة، أصبت موطن الضعف الذي تسرب إلى أوصال الأمة بعدم اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. فأنت أيها المسلم إذا أنت اتبعت سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ست العالم حين اتبعت سنته وأخلاقه. وكما قال فضيلة الدكتور، حين تخلينا عن هذه المنظومة الأخلاقية تخلينا عن ريادتنا في العالم. كما ذكر الدكتور غانم السعيد، لقد ساد الإسلام العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وصلت الأمة الإسلامية حتى الأندلس، وقرأت أعمال ابن رشد وابن سينا وغيره من علماء المسلمين في العالم، ثم عادت إلينا مترجمة يبيعوننا علومنا. لقد استفادوا من علوم المسلمين والعرب التي حققوها بالتزامهم الأخلاقي، التزموا هم به فصعدوا وارتقوا، وتخلينا نحن عنه فتقهقرنا وتراجعنا. ليتنا نعود إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أعود بالحديث إلى الأستاذ الدكتور عبد الله النجار ليكمل ما بدأه من حديث عن مكارم الأخلاق في الأمة الإسلامية. لا أود أن يعني يتحول بنا الحديث عن الأخلاق إلى أن تكون وسيلة للتنابز بين الأمم والشعوب، لأنها لغة عالمية مشتركة، والذي ينتصر فيها هو الذي يتمسك بمكارم الأخلاق. وأنا أود أن أنبه إلى أمر ذي بال، وهو أن الناس الذين يريدون أن يعرفوا الإسلام أو أن يعرفوا أخلاق أمة من الأمم أو شعب من الشعوب لا يعرفونه إلا من خلال الأخلاق. إنهم لا يعرفون الأمم من خلال قراءة الكتب ولا أو مطالعة المراجع أو غير ذلك. الذين عرفوا الإسلام في الشرق أو في الغرب، إذا سافرت إلى شرق العالم وذهبت إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا وإلى اليابان وغيرها من الشعوب البعيدة التي تقطع الطائرات في الوصول إليها أياماً وليالي، تجد أن الإسلام قد وصل هناك، وتجد المساجد، وتجد قراء القرآن الكريم ودروس العلم، وتتعجب كيف وصل الإسلام إلى هذه البلاد بهذه القوة. إنه لم يصل لا بسيف ولا بقتال ولا بحرب، وإنما وصل بالأخلاق الحميدة التي اطلع عليها هؤلاء الذين سكنوا هذه البلاد البعيدة من قوم سافروا إلى هذه البلاد مسالمين آمنين يتاجرون أو يتعاملون. فلما وقفوا على أمانتهم وعلى أخلاقهم علموا أن دينهم هو الذي أرشدهم إلى هذا الطريق المستقيم، فآمنوا به ودخلوا معهم في دين الله أفواجا. فالأخلاق هي الوسيلة الرئيسية
لنشر كلمة الحق والتعاون بين الناس، والناس حين يقصدون قوما إنما يقصدونهم لأمانتهم، لفضلهم، لصدقهم، لبعدهم عن الغش أو عن المعاملات المنحرفة أو غير ذلك من التصرفات التي تنفر من أخلاق الناس وتجعل غيرهم يتخوف من عملهم ومن قولهم ومن فعلهم. لكنني أود أن أركز على الجانب العملي في الأخلاق. إن الأخلاق ليست أمرا نظريا، ليست مجرد فكرة نرددها ونتحدث بها، ولكنها يجب أن تكون منهجا عمليا في كل شيء. وأنا أتصور أن الجوانب العملية في الأخلاق تتسم بأمرين. الأمر الأول أنها ذاتية، تظهر في ذات الإنسان وفي طبيعته وفي كيانه وفي وجوده، فلا بد أن يكون هذا الكيان محميا بالأخلاق ومتحصنا بها، وبدون الأخلاق لن يستطيع الإنسان أن يحمي ذاته. الأخلاق هي التي تحمي عقل الإنسان، فمن كان عنده خلق لا يمكن أن يتورط في أمر يغضب الله عز وجل، فيستغل أو يغيب عقله أو يضيع فكره أو يضيع بدنه باستعمال المواد المحرمة أو غير ذلك من الأمور التي تتلف العقل وتضيع البدن. هذا مخالف للأخلاق وللأمانة. كذلك أيضا تقتضي الأمانة أن يكون الإنسان أمينا على نفسه، فلا يرتكب عملا من الأعمال التي تتلف بدنه أو التي تضيع صحته أو التي تورثه الأمراض والأوصاب، بل يجب أن يكون نظيفا، حريصا على صحته، حريصا على مظهره، حريصا على أن يبدو بين الناس بالمظهر الحسن والأخلاق الحميدة التي يحب أن يراه الناس عليها. كذلك أيضا الأخلاق الذاتية في الإنسان تجعله يحافظ على ماله، فلا يكون متلافا ولا يكون مبددا ولا يكون معتديا على الحقوق العامة أو الخاصة، وإنما يجب أن تكون الأخلاق هي الحاكمة في هذه التصرفات وفي هذه الأفعال. كذلك أيضا الأخلاق لها جانب تطبيقي، وهذا الجانب التطبيقي يظهر في علاقة الناس ببعضهم. فإذا كنت أنا صانع لابد أن تكون عندي أمانة في الصنعة، فلا أغش ولا أحور على من أعمل معه، ولا أعده وعودا كاذبة أصنع له من البحر عسلا، فإذا ما جئنا إلى التنفيذ يجد أن كل ذلك الكلام كان نوعا من الغش أو نوعا من الخداع. هذا ينافي الأخلاق ويؤدي إلى الفقر ويؤدي إلى انحراف السلوك وفقدان الثقة في من يعمل في هذا الأمر. يجب أن يكون الإنسان صادقا في كلامه، فلا يكذب ولا يغش ولا يشهد زورا ولا يقول كلاما غير صحيح، بل يجب أن يكون أمينا فيما يقوله وفيما يفعله. هذه هي الأخلاق. الأخلاق لا يجوز أن تكون فكرة مجردة، وإنما يجب أن يظهر أثرها في السلوك وفي ميدان العمل، حتى تكون أفعالنا محكومة بالأخلاق ومنضبطة على هديها وعلى ضوئها. وقد كان ذلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الأخلاق الحميدة هي ديدنه وسنته في كل شيء. وربما يكون للحديث بقية في هذا الموضوع إن شاء الله. حقيقة أن ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الله نجار هام جدا، التطبيق العملي للأخلاق. هي ليست نظريات كما ذكرها سعادة الدكتور، إنما كيف تكون هذه الأخلاق منهجا لنا في حياتنا. ربما لست أذكر نص الحديث، لكن منه أن المسلم قد يفعل كذا أو كذا لكنه لا يكذب. ربما يكون الكذب هو بداية المهالك كما يقولون. أيضا هناك ما قد يشير إليه حديث فضيلة الدكتور من أن كلنا يمشي على الأرض يشير إلى دينه، خاصة إذا كان مظهره يشي بأنه مسلم، فلا أجده شيئا طيبا أن تكون ملتحيا مستنا بسنة رسول الله ولك سلوكيات ذميمة.
هذا مؤشر سيء يسيء لصورة الإسلام، والإسلام منه براء. أن ترتدي زياً يقول بأنك مسلماً هو مسؤولية عليك، لأن من يرتدي أو يتسم بسمة الإسلام لا بد أن يحترم هذه القيمة. ننتقل إلى سعادة الدكتور غانم السعيد ليستكمل ما بدأه من حديث عن مكارم الأخلاق. تفضل دكتور. طبعا طبعا الحديث عن الأخلاق وفضائل الأخلاق حديث متصل لا ينقطع. أنا فقط من أجل الوقت سأتكلم عن يعني حالتين تثبت ما للإسلام أو ما للأخلاق من أثر في نفوس الناس. من يتحلى بهذه الأخلاق كيف يؤثر في الناس؟ النموذج الأول سيدنا عمرو بن العاص لما جاء فاتحا إلى مصر ووصل بالبيس، فاستراح في هذه المدينة مدة يريح الجيش استعدادا للوصول إلى الإسكندرية، مقر الحكم حكم المقوقس. فلما استقر في هذا المكان ونصب الفسطاط الخيمة ليستريح الجن، وبعد أن أتموا الرحلة الراحة أرادوا أن يواصلوا رحلتهم إلى الإسكندرية، فأمر بهدم الفسطاط للانطلاق والجهاد. فلما جاءوا ليهدموا الفسطاط الخيمة وجدوا عليها يمامة قد باضت، فإذا هدموا الفسطاط فزعت اليمامة وكسر بيضها، وإذا نقلوها ببيضها فسد البيض. تخيلوا جيش وفاتح وفي مصر وتأتي الأوامر من عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن توقفوا حتى يفقس بيض اليمامة وتنقل فراخها إلى مكان أمين. هذه لقطة من أخلاق الإسلام. هذه اللقطة شاعت بين أهل مصر فعرفوا أن القادمين إليهم أصحاب أخلاق وقيم، ففتح الله قلوبهم بمثل هذه المواقف. الموقف الثاني سيدنا بلال وأخوه صهيب حينما ذهب إلى اليمن أراد أن يتزوج، فذهب إلى قبيلة من القبائل العربية، والعرب في نسبهم له قيود وضوابط، وهذه القيود بعرف العرب لا تنطبق لا على سيدنا بلال ولا على سيدنا صهيب. فقال شيخ القبيلة التي تقدم إليها: قدما أنفسكما، قدموا نفسكم. فوقف بلال ليقدم نفسه هو وأخاه باعتباره أو بصفته الأكبر. فماذا قال الخاطب لأهل الخطيبة لأهل العروسة؟ علينا أن نقيس هذا الموقف بمواقف كل من يتقدم لخطبة واحدة من بنات الناس. وقف سيدنا بلال وقال: كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فاعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن لم تزوجونا فالشكر لله. فقال نزوجكما والحمد لله. فلما خرج أخوه صهيب قال له: يا بلال، ألا تذكر مواقفنا ومواقعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تشلاء يا الله، كنا عبدين كنا ضلين. فقال له
بلال اسكت، لقد صدقنا والله ما أنكحنا إلا الصدق، فالصدق نجاة أيها الأحبة بالله وفي رسول الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة أخيرة نختم بها هذا الحديث مع الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. هو ما فيش مبتهل مع حضرتك، أنا المبتهل هقول ولا أقوم أمشي ولا إيه؟ دي المكارم ممكن كده. الله هو في آية كريمة لا أدري جاءت في حديثي أو حديث فضيلة الدكتور غانم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بس أود أن أوضح هذا المعنى حتى لا يظن البعض أن القرآن يأمر بالسوء، وهذا حسب هنا في الآية دلالة اسمها دلالة الاقتضاء تعلم من سياق الكلام، فكأن الله عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالخير وأن يتبعوا هدي الله تبارك وتعالى فأعرضوا وفسقوا فيها، أعرضوا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بعد أن أمرهم الله بالخير أعرضوا وفسقوا فأخذهم الله بهذا الأمر حتى لا يظن الناس أن الله تبارك وتعالى قد أمر مترفيها بالفسق، بس أردت أن أبين هذا المعنى حتى لا يعلق في أذهان. شكراً سعادة الدكتور عبد الله النجار. مشاهدينا الكرام، الحضور الكريم، نختتم هذا اللقاء الفكري بهذا الإنشاد والمنشد والمبتهل المنتصر محمد الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا نعمة مسداة يا رحمة مهداة أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ مصرنا وكلنا، ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا
أهديك قلبي يا سيدنا النبي، أهديك قلبي بالمحبة راضيا، فاصنع بقلبي ما ترى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله يا رسول. الغوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بوجد لا يدري إلا من يسكن فيه، بوجد لا يدري أسكن فيه، أخفيه أو أبديه، أخفيه أو أبديه، هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الأعتاب
ومدحت له بالباب رسول الله صلى الله على محمد اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.